أنا بالعكس شفت إنه لعباني بألوان الأبيض، الأبيض الغامق، الأبيض الفاتح. هذا أصفر، هذا الباليت متاع الأصفر. كل واحد عنده رأيه على الطاولة. طب تفضلوا خلينا ندوق. لسه ما وصلنيش جوافة. وقت اللي ناخذ لقمة أكثر حاجة نطعم فيها هي الأروما متاع اللوز. بعد الأروما متاع اللوز يجيني جوز الهند والجوافة ضايعة. ناقص مذاق يعني شويه اسيديتي باش يطلع بام يعني طبق بلا. اذا في شويه شيء حامض كان ممكن يعطي اكثر، ممكن محل كريمه هاي كريمه البيضة. الله يعافيك. ميرسي شيف. ما عندي خوف هالمره، عندي كامل الثقه انه انا صحني ما بينزلني على الفرصه الاخيره. شيف جورج، ايش رايك في طريقه التقديم؟ صراحه اول مره بشوف رز بحليب وعيش سراي بالطريقه. بدي اشوف الطعمات، ما بعرف شو مبتكر فيهم الشيف جون، بس حلو كثير طريقه التقديم. شيف سليم، هنا أكيد شايف أبيض ولا في أصفر جولة؟ لا أكيد هنا كله أبيض. حسيت وثور في طريقة السكب وقاعد يعطي في حاجة عصرية. حلو، عجيب. عجبني وفتار صحن قديم ورز، هو يعني حلا قديم وجاي مع هذا الصحن هذا. الحين عندو عجيب على طول. أي دي كل شيء شيف جون سوا، هو في استراتيجية. أي طبعا أكيد. عجيبة. تفضلوا. شيف جورج، ايش رايك؟ صراحه بالنسبه لي شيف، الرز بحليب مانا رز بحليب اللي نحن بنعمله، بالعاده بتكون سوفت اكثر، والمهلبيه كمان شوي ثقيله. يعني انا بعرف المهلبيه شيف ما بتجي هيك ملبده من جوا هالقد. هلا واضح يعني شو ما عمل شيف جون ما رح يعجبك، حاسس انا. لا ما قلت منه طيب، رز بحليب مع المهلبيه مع العيش السراي بنفس الصحن، ثلاثتهم نفس التكنيك، نفس الشغل، نفس الطعم تقريبا. كل شيف عنده ستيل. شيف ما خص ستيل بالصحن اللي تقدم لي، بس بالنسبه لي ما بلاقي هيدا الصحن على المطبخ اللبناني، بالعكس. بس الفلسفه مش على طول منيحه، شيف بتعرف. فلسفه عن فلسفه بتفرق. محمد سي، شيف سليم، نكونوا عادلين. طريقة التقديم مينيماليست أنا تعجبني كثير، ولكن كانت تقدر تكون أنضف. يعني الجيم لازم شي يخرج، النقاط لازم تكون مدورة، على خاطر بالنسبة لي ساعتين ونص نقدر نعملوا فيه شيء كثير ومجدة تقدر تعمل أشياء. كما قال شيف محمد، نقصوا شوية شغل علشان نعرف شيف مجدة تعمل أحسن من هيك. بالنسبة لي الصحن ما عجبني، عجبني كيف حاطة القصص بالصحون، يعني بالعكس ساعتين ونص كفوا ولا تعمل شغل كثير مرتب. شيف طارق، صحن حلو هيك فيمينين، يمكن بس عشان هذه كانت فيها مي فنازلة شوي، بس بالآخر مش راح تأثر أكيد على رأيي بالصحن ولا على رأيي بالشكل حتى. حلو كتير، خلينا ندوق. شيف سليم، ايش رايك؟ حسيت انه يحتاج شغل؟ هي قالت على طريقه السيفيتشي، فما الاسيديتي، فما الملامس، فما القرميش، فما البيكلز، بنين الصحن، اما كانت تنجم تعمل حاجات اكثر شوي. ده هو رايك الصريح. انا ديما صريح. شيف محمد سليم، انت توافق شيف سليم الراي؟ توازن فيه عجبني، لخطر الغيفور هو مكون قوي، ولكن انا انسان اللي بحبوا يشتغلوا كثير، نقدر نعمل فيه اشياء اكثر. يعني ما معقولة إنه ما في شيء فرق عند شيف سليم أو شيف سليم. مش ضروري يكون في كتير شغل عشان الواحد يطلع طبق. تفضلوا. النكهات عجبوني، ولكن ما حسيتش بالفيمي، وكنت قادر يعني غير شوية تعطي نكهة أقوى للفرش اللي فيها الانتغير. حتى البرمجان يمكن بدها ملح الصوص، بس كشغل في كتير شغل. صحن في كتير شغل وفي كتير تقنيات عالية، بس بالنسبة لي إنه بده ملح.